أنا مبسوطة اليوم بضيوفي عم نحكي عن فن راقي من الصبح، هذا الشيء كتير بيسعدني. تحديداً حنحكي هلأ عن مسرحية فرنجي برنجي اللي عم تنعرض على مسرح الحكمة جديدة من أسبوع تقريباً، واللي اخذ ضجة كتير، مش بس لأنه موضوعها حلو، أيضاً لأنه جمعت أسماء اسم يعني مخضرم بعالم الفن، التلحين، الغناء والتمثيل، الأستاذ عبدو ياغي. وصباح الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذ عبدو، واسم لامع كمان بالفن، جمع الخبرة إلى اللحن إلى الصوت الجميل إلى يعني مواضيع كثير وأمور كثير رح تكتشفوا كمان معي للي بعد يعني منه حاضر. نادر خوري، الفنان نادر خوري، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. يعني أنا بقصد ما حاضرينك بمعنى الملحن، أنت اليوم يعني ملحن بهالمسرحية، مسرحية فرنجي برنجي. الناس معودة عليك وبتعرفك إما بالتراتيل إما مع الفرسان الأربعة، صح؟ اليوم رح نسمعك. هيدي للمرة الأولى إذا بدك بطرح بكل ثقة نفسي للمجتمع، نادر خوري الملحن. الملحن وبفخر فقط. هي أول مرة. ما في صوتك بالمسرحية، ما في كلماتك، في فقط ألحان. وكان عم بخبرنا أستاذ عبدو قديش الألحان مهمة، وأنه ولا لحن بيشبه الثاني. نادر، أنا أول شيء بوجه له تحية، لأنه بعتقد حيكون ركيز الفن بلبنان من ملحنين، لانه عامل عمل كتير حلو، في شيء بيشبه الثاني، وكل الالحان بتشبه نادر، بس يعني مش متاثر بحدا، متاثر بموهبته، بثقافته، بالبعد النظر اللي عنده، بحلاوته، برصانته، بمربيه البيت الحلو. واو، طول عمرك. بعد هالحكي الحلو شو بيصير؟ هيدي الشهاده بعتز فيها، بعلقها على صدري. استاذ عبدو، عم بتشارك بهالمسرحيه كضيف شرف، عم بتأدي دور المختار. نعم. ليه سميتوا هالمسرحيه فرنجي برنجي؟ فرنجي برنجي لانه هي بتجمع بين ضيعه نائيه بلبنان، وبين ناس جايين من المدينه، جايين اخذين الحضاره الغريبه الاجنبيه وطلعوا على هالضيعه. يعني وصار فيها الاندماج بين الاثنين، مش هيك تسميت فرنجي برنجي؟ بصير فيها تداخل أول شيء بالأذواق، بالرأي، بالعادات، يعني هو بيتفاجئوا حتى أولاد بيروت إنه بعد في هيك بهالضيعة، وبعدها عايشة على هالبركة. الموضوع كتير حلو مترابط، وتحية للأستاذ جورتيبت يلي هالإنسان الكبير اللي كاتب نعم النص والمخرج، اللي كاتب قصة كتير كتير حلوة. بتعرف اليوم مسرح الغناء صعب كتير ومكلف كتير، تحية له، تحية لبلدية بعبدة كمان اللي ساعدتنا مع فرقة الموزايك تبع بعبدة، هالفرقة الحلوة يلي كلهم هوات وعندهم رغبة غريبة. بتحسهم محترفين قد ما هم. نعم. يعني صدقيني محترفين، أنا الهاوي بيناتهم. شو أغراك أستاذ نادر بهالمسرحية؟ شو اللي أغراك؟ وجود أستاذ عبدو ولا موضوعة ولا تشجيعا للمواهب الشابة؟ شو؟ لا، دعما لكل حدا بده فرصته. انا قد ما تقهرت بحياتي، يعني تقهرت وانقهرت، بحس في حال طلب مني اي مساعده من هلا حدا عم يحضرنا على التلفزيون يقول انا بحاجه لمساعده منك بقدر اعملها، بتمنى. هيدا فرحي بالحياه. هلا صداقتنا مع الفرقه، مع فرقه موزايك، بتعود لعشر سنين. كنا كل سنه نتساعد نعيد اعمال رحبانيه، السنه حبوا يتميزوا ويعملوا شيء خاص فيهم. تشجعت بالدرجة الأولى بحكم الصداقة، واللي طبعا شجعني أكثر وأكثر ورغبني وفرح لي قلبي وجود أستاذ عبدو، هالأستاذ هالشموخ المتواضع هالكبير بخبرته، واللي عم بوزع بخبرته على الكل، وعم برش من عبير يعني تخضرم تبعه كل هالسنين، عم برشوا علينا نحن كلنا من خلال كل كلمة، من خلال كل ملاحظة، من خلال كل شغلة عم بوجهها لكل حدا. يعني صدقيني أنا عم لحن له أول لحن لإله، صوته بديني وأنا عم بشتغل، الجملة عم بتجري الجملة، إنه إيه بعد بيقول أحلى عبدو ياغي، مش جملة عادية لازم تنعطى له. وفعلا اعتزيت بكل اللي غناه، وأنا فخور باللي قاله. شو أول أغنية لحن لك إياها؟ الموشح. تحديني، قال لي بن هومن قوله، قلت له ليش معلق، قال لي صوتك بقول، قلت له بعرف بس ليش، قال لي انا بالهيك عبدو ياغي بشوفه. فعلا صراحه كان بده يوطي لل ايه، كان بده يوطي المقام، قال لي لا قوله من هون، قلت له اوكي خلص، انت هيك بتشوف هيك بتشوف. ما حنسمع منه شوي؟ ايه، زاد في وجدي لهيب وقده
حسن الجمال فتمادى الوجد حتى طال في النفس وجال زاد في شوقي لهيب وقده حسن الجمال فتمادى الوجد حتى طال في النفس وجال ما لقلبي مستهام في هوى عشق الكمال كلما رمت ابتعادا شدني ذكر الوصال. شو بيطلع عبالو واحد يعرف يغني لما يسمعكم؟ في غنية كمان من تأليفك استاذ عبد المسرحية اللي هي عبر سبيل. عبر سبيل حبيبي. نعم. كان من ألحانك؟ من ألحيني أنا. نعم. نعم. وكتابة؟ أنا كتابتي كمان كتابت ألحيني. نعم. هي الغنية الوحيدة لك بالمسرحية، نادر. نعم. سرقهم كلهم الباقيين، يعني ما خليت له شيء. نادر ما خلينا لنا شيء، بس انا كان لي شرف انه كنوا يكونوا له، بس اجت مطرحها نحن مش عالمين شيء غير يعني مزينا باراشوت، يعني كل شيء يعني ضمن. بعدين المسرحية تقول لك شغلة صغيرة انه ما فيها كلام بذيء، ما بتتعاطى بالسياسة، بتضحك من دون ما تستعمل كلام بذيء، قصة مترابطة حلوة كتير، يعني قد ما احكي شيتي انا مجروحة. اهم شيء انه ما بتحكي بالسياسه لان العالم طفشانين من السياسه. حنشوف مقطع من هالمسرحيه من هال اوكي يا عابر سبيل حبيبي جماله ماله حد بس من شفافه حبيبي ورد جور الخد عابر سبيل حبيبي جماله ماله حد بس من شفافه حبيبي ورد جور الخد مثل القمر بس القمر مثل القمر بس القمر مش حلو مش حلو هالقد يعني في مجموعة كبيرة أكيد اشتغلت على المسرحية بدي بس تذكرهم لنعطيهم حقهم كمان لأنه مرات الأسماء الكبيرة مثلكم بتغطي شوي على لا على اللي أقل خبرة أو اللي على عم يشتغل للمرة الأولى بهالمسرحية. نحن فريق متكامل بدءا بالكاتب والمخرج الأستاذ جورج ثابت والمعاون والأسيستان لإله رودي قليعان. يعني رودي تحية كبيرة له لأنه إنسان موهوب ومخرج أبضائي كتير. عنا أنا تعاونت كل الوقت شعرياً مع الأستاذ والصديق باتريك المستحي اللي كتب روائع من حيث الأفكار ومن حيث الجمل الجديدة على الأغنية المسرحية كتير إشياء جديدة وخاصة فيه وبفكره وبثقافته وبموهبته الكبيرة. نادر في بالفصحى وفي باللغة المحكية الكلمات في هيك في في الموشح بس بالفصحى. باللغة الفصحى ايه. أوكي. الموشح بس مش كاتبه باتريك ما تبقى كل شيء باتريك. أوكي. في الكوريغرافي سيسين فهد اللي أبدع وبشهادة كل اللي انكتب من بعد المسرحية العرض الأول أبدع بالكوريغرافي كان سوبر يعني. عندنا جورج مرعب على التوزيع الموسيقي يعطي ألف عافية عطانا من كل وقته من كل خبرته من كل ذوقه من كل إحساسه بدون تذمر كان حس حاله واحد منا من فرقة موزايك عم بيشتغل للعمل. هلا نبدأ
بضيف الشرف وبمعلمنا استاذ عبدو اللي مزيننا فعلا. في عنا مايا الصيفي على الصوت يعني البطلة الغنائية، صوت رائع، صوت حلو كتير، بيستحق ياخد مكانته بالمجتمع. في عنا إلي صوايا كمان صوت حلو كتير، يعني بتشوفي نصري شمس الدين اليوم بهالصوت وبهالحضور وبهالكاركتير المميز كتير. عنا دكتور أندريس عادي عارنا صوته بشكل حلو ومميز. الاكيب العمل كلهم في عنا نيلي معتوق الفنانة المهضومة جدا بدور كتير صغير ومتميز جدا كتير حلو. في ريتا متري، ريتا كمان من الأشخاص عائلتها متري ريتا، أنا ما بعرف العائلة. ريتا بدور الفرنجية اللي جاية على الضيعة. في عنا ما في واحد يتذكر كل الأسماء بس بلش تذكر بصير تنسى. ريتا جابر، أنطوانيت نخلي. شو متأملين من هالمسرحية؟ إذا رجعت تذكرت أسماء بنرجع بنذكر الباقيين كمان. شو متأملين يعني ترجعوا تحيوا هالميوزيكال، المسرح الغنائي مثل ما كان يعني زمان؟ أنا بقول إنه الفن حضارة وشوي هالنوع هيدا من الأعمال انقرضت تقريبا، مش في له، بدك ناس تساعدك بالإنتاج. عم نقدر نترك بصمة تنقله إنه بعد في ذوق بعد بلبنان، وهي حضارتنا نحن. يعني حرام هالنوع من الأغاني هيدا أو النوع من هالعمل الأعمال هيدا تروح. من هيك أنا قلت بالبداية إنه كل ما كان الفن راقي كل ما أنا بكون مبسوطة أكتر لما نحكي عن فن إلو إيمتو، لأنه الفن حضارة بنرفع اسم لبنان، يعني في عيلة بتحضرها بتروح بتخدع عيلتك بتنبسطي لأنه ما في قلتلك ما في كلام بذيء وبتضحك بدون ما تنستعمل الكلام البذيء وبدون ما نجرح بحدا باللي شو بيشتغلوا بهالليالي. وكمان ما بتتعاطى بالسياسة، عمل حلو كتير، مجموعة قصة متكاملة مترابطة إلى مقدمة وعقدة وحل. أكيد أستاذ نادر كان له فضل كبير، وبرجع بقلك نادر عطانا من قلبه وبعتقد حتكون هذه بوش كبيرة لمستقبل الفن. أستاذ نادر لحنت لعدة فنانين قول القصطاء اللي لحود وغيرهم، وعملت أغاني للجيش، عملت تراتيل، ما بتفكر تعمل الأغاني لحالك سي دي سينجلز؟ بالوقت الحاضر لا. بالوقت الحاضر بريوريتي فرسين الأربع. ما بدي شق الفرسين، ما بدي أعمل خلط براس الناس إنه وين صار نادر خوري. اللي عم بعمله اليوم بالمسرح وبالموسيقى وبالتلحين ما بيتعارض مع مسيرتنا نحن كفرسين. عم تشغلك، عم هذا أنا بالنهاية هيدي موهبتي وثقافتي واللي درستهم واللي أخذتهم بهالحياة. بقى لا، بالوقت الحاضر لا، وإن شاء الله بقول لك أنا من كل قلبي إن شاء الله ما بيوصل يوم بغني وحدي، إن شاء الله بنستمر كفرسين طالما نحن موجودين. يلا عملوا لنا سيديات لكم. لا، سيدي الثاني صار على البويب، سيدي الثاني صار قريب. عظيم. بس كل الأوضاع الأمنية اللي مرقنا فيها كل الفنانين أخروا مش بس نحن. هذا السيدي الثاني للفرسين رح يكون أنا بدي لكم موفقين كفرسين أربعة. أستاذ عبدو مع بريجيت بتوصلنا تحياتنا لبريجيت إذا بتريد، وبمسرحية فرنجي برنجي على مسرح الحكمة جديدة لكل بيحبوا يحضروها، عم تنعرض أيام الخميس جمعة سبت. جمعة سبت أحد. التيكت موجودين بالفيرجن ميجا ستور. في عنا فرقة رأس تانية غير فرقة بعبدة، ما بعرف شو الاسم كمان، مشتركة بالمسرحية جيمي عزي بمرنون. نوجه لهم تحية كمان بيستحقوا المشاركين بالعمل. مرسي على استضافتكم. يا أهلا وسهلا فيكم، نحن مسطب وجودكم مزينا. انت كبيرنا، انت معنوياته بخبرته وبدعمه لألنا. أهلا وسهلا فيكم وموفقين. حناخد بريك، بس قبل ما ناخد البريك حنختم بمقطع كمان مسرحية فرنجي برنج. عشان